السلام عليكم ومرحبا بكم في لاشين ديال ايمان ستار. انا ولد ايمان تريسي متخافوش راه ما غلطتوش في لاشين. المهم دابا غندير ليها برانك، داكشي علاش شفتوني انا اللي بديت فيديو. غنخرج عندها دابا غنخرج من الدار ومن هنا لواحد نص ساعه وغنرجع عاوتاني. اش غادي نقول ليها؟ شنو غيكون البرانك؟ غنقول ليها حيت انا دابا غنخرج نقول لها راه غنمشي نراجع مع واحد البنت. فاش غنرجع غنقول لها راه ديك البنت لقاني معاها باها. باختصار نقول لها بغيتها تبات معنا هاد الليله، يعني نتوما تشوفوا المراحل ديال البرانك كيفاش غيكون بلا ما نطول عليكم. هي دابا راه مريحه برا وانا في بيت الناس ديالها ساد عليا وكندوي معاكم. من هنا لواحد شويه غنخرج وغنعاود نرجع وغندير ليها البرانك. المهم الحاجه اللي نسيت ما قلتهاش لكم باش غيتسمع الصوت مزيان، حيت غنكون مخبي انا التليفون بعيد عليها. هي راه مريحه كتفرج في التلفاز، داكشي علاش التليفون كيكون بعيد عليها وكيصورها. وغنقرب ليها هذا الميكرو، هذا هو باش غنصور باش غيتسمع لكم الصوت مزيان. غنديرو المهم غنحاول نديرو فشي بلاصه نخليها تنوض للطواليط ولا تمشي للكوزينه ولا دير اي حاجه، وغنخشي هذا الميكرو هذا تحت المخده ولا شي. المهم نشوف كي غندير باش يتسمع لكم الصوت مزيان، خليكم معنا. المهم ها هي محمده دابا مشات عند الجاره، خرجت عندها استغلت الفرصه، دارت احسن حاجه هي خرجت عند الجاره. دابا غنركب الميكرو كلشي غنقادو التليفون هو غديتو ليا بلاصتو غتكون هي هنا. هادي بلايصه ديما كتكا هنا كتفرج في التلفازه. الميكرو نقادو ونرجع لكم. كلشي دابا ساد البوليس غيشدو هذا باش تمشي بلاصه ولا شي حاجه. وتجي لي هاد الليله الله يرحمك الوالد. غدا الصباح تمشي ما كنحكش معاك. مهم قال لها ما تجيش هو بنتو تعمل بطيئة ديري غير الخير في البنت شي تبات من هنايا هنا في الصالة انت في بيتك انا موردين في بيتنا هي تجي تبات هنا في الصالة انا ندخل لبيتي وهي هنا في الصالة وموردين في كنتا وموردين في بيتكم وصافي غدا تمشي وعلاش اخويا با وما تحملو المسؤولية انا مالي انت محشومة ماما محشومة الله يرحم والديك وشوفي دابا من المنطق الله يرحمك الوالدين انت من المنطق عادي نعاونو الناس لا خويا ماشي عادي انا تجي تبات عندي في الدار وعندي جوج عزاله ولا جوج بروط خليها تسمع باش تمشي بحالها يا هي يا مالا في المدينه ما عندها خالتها ما عندها عمتها ما عندها جناها دابا يشدوها البوليس يشدوها خويا البوليس دابا يشدوها ليك البوليس وانت تكون شدوك معاه انت شنو على هذا ولا كنت في المنطقه اللي معاك ماما وقيلا جبدتي ماما وقيلا جبدتي ماما داوية معاك بغي وفا دوقيت وانا دخلت شي غنخرج انا وانا الله يرحمك الوالدين راه
انا وياها برا يا انا وياها هنا. ياك ولا تمشي تجلس هنايا الله يحفظك الوالدين مفاعل عاونتيها. انا نقول انا غنفاريها. لا لا بلا ما تدوي معاها. لا غندوي معاها ولا شنو؟ تدوي معاها. تمرين ولا معاها؟ تدوي معاها ديري شي كانت الجيران حداها. كيفاش الجيران؟ انت 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 ما عرفتيش الجيران تاني. انا دابا انا جاني با وقف عليا تا يقول لي جات امها تقطع عليا شنو نقول لها؟ انا باش يعرفك امها ولا لا خويا الله يرحم والديك عندي جوج العزاله حيت هي حبتها وحسالي ها هي المحيله ما بينهم نديها نشوف. والله يتحاد قال لي طيب لك العشاء وتغسل تمام تقعد تجيب لي نشوف. والله يتحاد اقسم بالله انا نجيب لك التصاور اش دير ولا تزدي فيها قعد ما قدامك الحوت فين هو الكاس؟ لا راني غا هنا نهبطها بالمرض كونوا قاتلين قاتلين نجيبوا لي غنصايب انا ليش تكت عقلتي قلت هذا ثاني ما 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 شوف هتخرج عندها قول لها ماما ما عندهاش ماشي تروحي انا عدين ما انا اللي غنقول يا اما تخرج عندها تقول لها ولا تخرج عندها انا نقول لها تقولتيش على عينك لا عيني فيها مريضه اللي تجي تجي بها المصايب يا ولدي استغفر الله العظيم انا اللي ايماجين معايا انا غدا بعد عندي خدمه على الصباح خارج على الصباح بكري يلا انت قاري هي قالت كتقرا معايا غنخرجوا بجوجنا نمشيو للدار لا خويا الله يرحمك الوالدين ما تجيب لي بمونتي في الدار غدا لا بمونتي لا خويا ما قديتش على مشاكل غدا في المغرب الغدا توقع لها شي مصيبه دير شي كارثه في من راه كتعاون الايمان اما كتصحابي لا خويا انا مع هذاك النوع لا ماشي غير مرضى ماشي كل مرضى باقي اللي جري عليها كون حاس بالمرضى وكنا غير كنراجعوا كنت كتراجع جدك وترجعوا في دروما اها راه حنا في روما نوض اخويا نوض خرج برا لا ما طلعش لي المرض من المخ نوض نوض اه ماما تخرج انت اللي راجع ولا تخلي انا مونتي في الحيفه ديالي ما غاتخرجش غنوض عندها انا نوض فكري هاد المشكل يا جميل انا بنت تدخل هنايا وقاصر ماشي تقدير خويا عندها 20 عام 21 عام ماشي مشكل دريه كتقرا معاك قداش غادي تكون الا كبرت تكون عندها واحد 14 عام ولا 15 عام 14 ايوا مالك يا ويلي على المرض بغينا شي حل الله يحمد الوالد ما حل شو ما نخلي البنت حل غادي تموت صداقه حل ما كاين لا صداقه ولا صداقه لا هذه راه ما بيا غالي انت شنو الصداقه خويا هذه هي الصداقه نوض عندي ولا غير نوض انا إيمان ستار إيمان ستار قصنا اليوم لا لا تعاودي الموس 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 نحيد الموس من حدا صافي صافي وبقى في هادشي كله اللي بقى فيا بقى في غير الماكله اللي وحلتيها لي دغيمتي ما خليتيهاش تهبط هي هذيك حرام عليك بلاتي نقلبوا الكاميرا ونصوروا بجوج واه سامحاني دابا مسامحاني عم بلا ما تضربي صافي الله تضربي والله تضربي اقسم بالله تمشي عندها باقي غادي
زعزعه راه حطش على هادشي هكا مخربق عندي فلاشين. شي مشكل تعاود سامحاني تعاود انا عاود ندير لك برانك يا اختي ولدي شحال حطيت وجه راه شي علاش شي علاش ضحكت فاش ضربتني حيت ما مولفاش ضربني هكا تبوسني كتضربنيش